بركان أتينا في إيطاليا يثور مجددا، وإغلاق المطار وتصاعد الدخان والسحب على كاتينا الإيطالية، أكبر مدينة في شرق صقلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ثار جبل أتينا البركان الأكثر نشاطا في أوروبا يوم الأحد الماضي، مما أدى إلى إطلاق الرماد على مدينة كاتينا، أكبر مدينة في شرق صقلية بإيطاليا، مما دفع السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية في مطار تلك المدينة بحسب صحيفة سكاي نيوز. وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين الذي يراقب بركان أتينا عن كثب أن الغطاء السحابي في يوم ممطر كان يعيق مناظر الثوران، والذي غالبا ما يقدم عرضا مذهلا للحمم البركانية المشتعلة أثناء حدوث البركان. وقال المعهد إن الرماد قد سقط على كاتينا وبلدة واحدة على الأقل على منحدرات جبل أتينا المأهولة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وقال التلفزيون الإيطالي الحكومي من كاتينا إن مطار المدينة سيغلق على مساء الأحد. وذكر مطار كاتينا أنه تم تعليق عمليات الطيران مؤقتا بسبب تساقط الرماد. وأشار المعهد إلى أن أجهزة الرصد سجلت أدلة على تصاعد الاهتزازات في الأيام الأخيرة. قالت وكالة الأنباء الإيطالية إنسا إن سكان بلدتي أدرانو وبيكانو فيلا تحدثوا عن سماع دوي انفجار صاخب من البركان الأحد. وكانت وكالة الحماية المدنية الوطنية الإيطالية أشارت الخميس في تحذير إلى أنه في ضوء زيادة النشاط البركاني يمكن أن تحدث تغيرات مفاجئة في نشاط أتينا. وأعيد اليوم الاثنين فتح مطار كاتينا في صقلية بعدما أغلق للضرورة الأحد جراء انطلاق بركان أتينا، أحد الأكثر براكين نشاطا في العالم دخانا ورمادا أثناء ثوران جديد. أكدت إدارة المطار أن الرحلات استؤنفت منذ الساعة 7 صباحا محذرة من احتمال حدوث تأخيرات. وأشار مطار كاتينا في بيان أمس إلى أنه بسبب نشاط بركان أتينا وكميات الرماد البركاني الكبيرة التي غطت المطار علقت عمليات الطيران حتى عودة الظروف الأمنة. يعد بركان أتينا الذي يبلغ ارتفاعه 3324 مترا أعلى بركان ناشط في أوروبا، وقد صار عدة مرات خلال 500,000 عام الماضية. وخلال العام الماضي مر حوالي 10 ملايين مسافر عبر مطار كاتينا الدولي في الجزء الشرقي من صقلية، أحد أشهر الوجهات السياحية في إيطاليا. سلم يا ربي سلم. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.